الرواية التي احتوت بين دفتيها 360 صفحة من الرصد، من السبر، من التحليل، من القيمة الإبداعية، من المراجعة النقدية، من نزعة التحري والتقصي حيال الأحداث السياسية والأحداث التاريخية أيضا. ونحن هنا أيضا إزاء ثلاثة أوراق نقدية لنبدأها. أولا بورقة عبدالله مكسور. عبدالله مكسور تسير فيه الشخوص من مكان إلى آخر دون خطة مسبقة لتعيش حياتها بفعل الاعتياد. الاعتياد هنا يتجه في فضاء النص ليكون أسلوب حياة ليس بالضرورة أن يلتزم به جميع الأبطال، لكنه السلسلة التي تربط الجميع بالجميع بالمكان الذي هو دمشق في نهاية المطاف. تحويل الجميع إلى أبطال من خلال التزام السارد بمساحة المشاهدة وعدم التدخل بالفعل إطلاقاً. إبراهيم الجبين اتخذ في عين الشرق نقطة، هو ليس مشارك في هذا الفعل، هو مراقب، هو راصد، هو يحاول أن يسجل كل هذه التفاصيل بعين الرأي. لأختلف مع جميع من كتبوا عن الرواية بأن عين الشرق لا تحتفي بمدينة دمشق إطلاقا، هي تحتفل بساكنين دمشق. ساكنين دمشق ليسوا من الدمشقيين الأصليين، هم الآخرين الذين سكنوا دمشق. الدمشقيون الأصليين هم جزء قليل جدا من الذين سكنوا في المدينة. إذن عين الشرق لا تحتفل أو تحتفي بالمدينة أبدا، فهي اتخذت منها مسرحا لأحداث لا يمكن أن تقع في مكان آخر غير دمشق، بينما شكلت في حقيقة الأمر عند الكاتب عتبة تتجاوز في فضاءاتها المحلية لتصل إلى العالمية دون مباشرة بالقول، باعتبارها تحمل إرثا تاريخيا واجتماعيا يؤهلها للعب هذا الدور المنشود. وبالتالي وفق هذا المنطق فإن تلقي عين الشرق باعتبارها تحتفي بالشام فقط سيكون لدى القارئ العربي أو المتلقي بالعربية، لأنه يستند في تلقيه لناس تدور أجواءه في دمشق بأنه يحتفي بهذه المدينة، بينما سيكون في تقدير الشخصي أيضا تلقي النص بالنسبة للمتلقي الأجنبي مفتوح على احتمالات لا تتقاطع في أي منها مع فكرة الاحتفاء بدمشق أو الشام عموما. ربما ستظهر للمتلقي الأجنبي طبعا محاور أخرى مثل الضابط النازي ألويس برونر أو الحوار مع ابن تيمية الذي أجراه إبراهيم الجبين في فصل طويل جدا، حوار محاكمي لابن تيمية في السجن بقلعة دمشق. من خلال معالجة هذه الثنائيات وفق بناء سردي يقدم الكاتب نظرة بانورامية لمجموعة من المسارات التي بتجميع قطاعها الصغيرة تكتمل اللوحة. يعني عين الشرق هي عبارة عن بزل كما يقال هي عبارة عن بزل بإمكانك إذا ركبت قطعة مكان قطعة أخرى فإنها ستضيع اللوحة وستؤدي إلى معنى آخر لغير المعنى المراد منها. فالجبين هنا لم يلجأ لدمشق لأنها المكان الأقرب إليه التي قرر أن تكون هويته فقط، وإنما لقيمتها الرمزية التي تختصر عموم بلاد الشام. الثنائيات التي تحدثنا عنها تتعلق في دوائر السرد كالسلسلة التي تجمعها من خلال تقديم الشيء ونقيضه معا في نفس الوقت. فمثلا لابد وأن يتساءل القارئ عن سر صمت المجتمع والسلطة في مدينة مثل دمشق عن وجود قاتل نازي مثل ألويس برونر. قرر الرئيس أن يصبغ تلك العشرية من الزمن بصبغة الاعتقالات وتفكيك أي تجمع أهلي سواء كان ثقافيا أو سياسيا أو نقابيا أو حتى رياضيا. وحين خرجت من دمشق كانت كل تلك الحلقات قد تفككت بعد أن عرف الناس أن الهجرة إلى الفراغ ليست سوى تجمد في المكان وانصهار للروح في دوامة المدينة الساحرة. ما كان هدفت إليه أساسا من تسليط الضوء على هذا الجانب هو دعوة السوريين من جديد وحتى العراقيين ويعني كل العايشين بنطاق المشرق إلى النظر في فكرة التمدن من جديد. دمشق عانت، يعني ليس صحيحا ما قاله الأخ عبد الله أنه الكتاب لا يحتفي بدمشق، هو قراءته الخاصة طبعا، يعني هو ليست ملكي، يعني أصبحت قراءته، يملك
يملك أن يؤولها كما يشاء طبعا، ولكن الكتاب يحتفي بدمشق بدفاعه عنها، بدفاعه عن معنى تمدنها، وبعرض ما أراد أن يفعله الآتون إلى دمشق. مثلا قد لا يعرف كثيرون يعني منكم أو منا يعني أو من المتابعين للمسألة السورية أن دمشق مدينة حصرت من قبل الوهابيين، مع احترامي يعني لكل الأفكار والمذاهب والتيارات واحتفاظي بحق النقد تجاهها جميعا، لكن كان هدف جميع من رأى دمشق بما فيها التوراة، اللي هو يبدأ النص بعبارة توراتية أصلا بآية لإشعياء تقول وحي من جهة دمشق، هو ذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رجمة ردم. هذا في سفر إشعياء الإصحاح 17 الآية الأولى التوراة. كل من عرف دمشق حسدها وغار منها وأراد السيطرة عليها، من حافظ الأسد إلى الإسكندر إلى كل من مر على تاريخ دمشق، إلى التيارات الفكرية الحالية، إخوان مسلمين، قوميين عرب اللي ظهروا في نصف القرن الماضي، كل هذه التيارات. والآن الصراع الجاري في سوريا هو ليس فقط صراع من أجل السياسة والديمقراطية، هو صراع على التمدن. أراد هذا الشعب أن يتمدن، أراد كل الأفكار اللي طلبها هي أفكار مدنية، حرية والديمقراطية. لو أنه لم يصل إلى حواف التمدن أو المطلب المدني ما كان طلب هذه الأفكار، كان بقي خاضع. راود دمشق عن نفسها كل من عرفها عبر التاريخ من الأنبياء والشعراء والكتاب والرحالة، لم يصمد أحد أمام نداء سحرها الغامض وهو يداري أمره قبلها. يحاول أحدهم بفصاحة العبارة أو إيقاعها أن يقول هيمنته عليها، ثم سرعان ما يكتشف قارئه أو سامعه إن الأمر لا يتجاوز بهلوانية أدبية تخطف الوعي كما يخطف لاعب السير البصر، ويحاول الآخر أن يعثر على مدخل إليها. هي مدينة الأنهر السبعة، فما إن يبدأ محاولته حتى ينتقل إلى مدينة أخرى، لا يترك وراءه غير صفحات تنبئ عن أنها لا تزال أقرب إلى المحاولة منها إلى الكتابة الناجزة. أما الآخر وقد أفلتت المدينة كلها من كيانه، فلا يجد مخرجا إلا بوصمها بالنقائد، يجمعها فيما يظنه نبضا شعريا يخفي تحت ظاهر جماله حقدا تاريخيا وطائفيا يكسر الشعر ويشوه الجمال. تشظية تتضح وظيفتها منذ البداية، إذ ليست الرواية سردا يتابع مسار بطل أو مجموعة أبطال ضمن بيئة محددة، يعرض عناصرها ويصف الشروط الاجتماعية والسياسية التي يتحركون في ظلها، بل هي سرد يبدو كما لو كان عفو الخاطر، في حين إنه ليس كذلك بالطبع. بكل ما يمكن أن يؤلف في نهاية التحليل العناصر المقومة للحياة السورية طوال 50 عاما، بعضها شائع المعرفة وبعضها الآخر حبيس الوثائق أو ذاكرة البعض ممن كانوا شهودا أو فاعلين، لكن السرد كله وليد ذاكرة شخص واحد وهو الراوي. وإذا كانت الشخصيات الأخرى التي تملأ عالم روايته تحمل أسماء حقيقية أو مستعارة وتشير بالتالي إلى أشخاص حقيقيين يعيشون في الواقع بما فيهم الراوي وهو شخصية الرواية الأساس الذي لا يحاول التغطية على هويته أو على هويات سواه، فهي وإن كانت تستثير انتباه من يعرفها إلا إنها سرعان ما تعود في نظره إلى دورها الأساس كشخصيات في رواية. هذه القصص مقطعة ومدمجة في نسيج معقد. إذا أحلنا هاي الفواصل
وجمعناها يعني يعني وكأنه العمل عبارة عن مجموعة قصصية تم تحويلها عبر تقاليد التقطيع بسياق سرد إلى عمل روائي. وهي التقنية أعتقد يعني فيها من المهارة ما فيها، فيها من القوة ما فيها، لكن كان فيها شيء من الإرباك أيضا. يعني عندما أقرأ مشهدا أو فقرة أندمج، وإذا بفقرة اعتراضية أخرى تربك عملية هذا. إن الرواية 360 صفحة فيها قصة من هنا وقصة من هنا وقصة من هناك وحادثة هنا وحادثة من هناك وزمن من هنا وزمن من هناك، وعم تتسأل عن هذا الموضوع. لكن سؤالي أنا، أليست الحياة هكذا؟ يعني أليست حياتنا هكذا؟ يعني ألسنا إذا أردنا أن نكون أكثر واقعية من الواقع حتى نفسه كما قلت في هذا المشهد السابق، فلن نفعل إلا هذا. هذا هو الواقع، يعني نسخة عن الواقع أو واقع موازي. يعني مثلا قصدك أن أنت مثلا تكون أنت مندمج الآن في الحديث، وإذا بسؤال اعتراضي خارج السياق لربما أنه هي هي طبيعة الحياة. هي الحياة. ولما تكون الحياة صديقي هشام، لما تكون الحياة منظمة ومرتبة ومبرمجة، ما بتكون حياة، بتكون مفتعلة مصطنعة. لذلك أعتقد أنا، وهذا كمان أيضا كنت عم بحكي لصديق قبل قليل، صديقنا الروائي المغربي علات، أهلا وسهلا فيك. كنت عم أحكي عن موضوع التغير المتلقي. يعني شوف كيف اعتاد الكتاب عنا، كتاب العرب والكتاب الذين يستعملوا والكرد وكل الكتاب اللي بالشرق عنا، اعتادوا على التعامل مع القارئ بصيغ معينة كما يعرفون القارئ. يعني هم طبعا هذا يدخل أي واحد فينا الآن يفكر بالكتابة أو باستعمال الحروف للتواصل مع الآخرين، فهو يفكر سيفكر فورا بالسؤال التالي: كيف سيستقبلني المتلقي؟ وبالتالي راح يفكر من هي الشرائح التي أكتب لها. إذا لم يكن يفكر بهذه الأمور فطبعا هذه مشكلة يعني، لكن على الأرجح كلنا نفكر. طيب، القارئ الذي في ذهن هوشانك، القارئ الذي في ذهن غالبية كتابنا هو غير هؤلاء القراء، مختلف. السادة والسيدات الحاضرين وأيضا اللي يقرؤون الآن على الفيسبوك وفي بيوتهم وفي كل مكان تغيروا، لم يعودوا هم. يعني القارئ الذي يقبل القصة كما تريدني أن أرويها له ما عاد موجود، تفوق على ذاته. التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، كل الثورة التكنولوجية اللي حصلت بالسنوات الأخيرة، فالتشابك والتخطيط بين هذه البؤر تمنح كينونة النص طاقة كبيرة على الحضور بنوع من اللؤم الفني الذي أتقنه الروائي في إنتاج نصه. جاء في الرواية: قررت أن أكتب مذكراتي، لم أقرر بعد، فكثير من أحداثها لا أريد أن أرويها، ليس لأنها لا تعجبني بل لأنني لم أكن فيها. اللاعب الأساسي كانت تحركني الرياح، وكنت طيارا يتقن ترك ذاته للهبوب. هذه الرياح والهبوب سوف تؤسس لشكل الكتابة في النص وتمنحه هويتها المتغايرة المتقلبة عبر التداخل بين المذكرات والتاريخ والشعر، لنكتشف من ثم أحد مكامن السر للنص الذي يتمثل باستراتيجية الكتابة التي اعتمدت مناهضة التسريد والتشويق وزج القارئ في خطوط سردية متقطعة ومكثفة تلتف على بعضها البعض في حركة متغايرة لتتداخل الأزمنة التاريخية فيما بينها بإيقاع متسارع وفي إطار وعي جماعي بالنوع الأدبي. وهذا ما منح الروائي القدرة على التحرك بحرية في الانتقال بين الأزمنة وإفساح المجال لكثرة كاثرة من الشخصيات تحضر وتغيب في المشهد الروائي. غير أن هذه الاستراتيجية في الإمساك بالقارئ ما كانت لتمارس إغواءها على القارئ لولا استراتيجية العنوان التي تبعها النص لاصطياد القارئ.
ليمنحه الرغبة في القراءة والمراودة. أقصد توسيم النص بتسمية سوف تمثل البؤرة المركزية للنص حدثا وشخصيات وأزمنة. إنها لدمشق وإنها لعين الشرق. هبريتيميسيا 21. أما لماذا توسيم الرواية بالعين؟ فالعين هي النافذة التي تطل على العالم وهي العتبة التي يحدث فيها التلاقي. وفي الثقافات العالمية تكتنز العين بدلالات سيميائية كثيفة. يمكن أن نشير في هذا السياق إلى كونها ترمز إلى المعرفة غير المحدودة والعلم الإلهي والضياء والتنوير والعقل واليقظة والحماية إلى آخره. وهذا هو ديدن عين الشرق دمشق ذات الطاقة الهائلة على الجذب والابتواء بعشقها الأسطوري. وفي هذا الصدد يرى المرء أن العنوان الرئيسي يملك طاقة دلالية مكتفية بذاتها في شؤون إغواء القارئ. لا يرمي روائي هذه التسمية على عواهنها. إذن ينبغي إبرام عهد بين العنوان وجسده النص، حيث تكشف الرواية من خلال عهد التلازم هذا عن دور العنوان في تنظيم إيقاع الرواية وانتظام الأحداث والشخصيات والأزمنة المتنوعة في سياق الرواية ضمن بنية تؤول ذاتها بذاتها. إن عنوان الرواية كما أشرت يرتبط بأمور عدة، فاقتناص دمشق لهذا الاسم يأتي من الإمبراطور الروماني يوليان الذي رأى في دمشق قاعدة سوريا المجوفة وسماها عين الشرق. كما لو أن الإمبراطور الروماني يدرك تماما أن الشرق رهينة دمشق، فمعرفة الشرق والسيطرة عليه مرتهنة بالاستحواذ على هذه العين الساحرة. كما ورد في الرواية كانت لحظة غير عادية عمرها آلاف السنين، تلك التي سبقت صوت الطباشير والألوان البدائية وهي تحف جدار مدرسة في درعا جنوب سوريا. إن العناصر المحيطة بالنص مع السرد المنفلت في كل الاتجاهات تشكل الفضاء الذي وقع فيه حدث كتابة تاريخ غير رسمي عبر السرد، كتابة تاريخ مخفي. وهذه الكتابة الجريئة تستمد ثيماتها من قراءة العلائق التي نمت وتنمو في عين الشرق. فالتاريخ ليس تاريخا تاريخ حدث فحسب كالصرخة السورية، وإنما لعبة سردية قوامها التأويل أيضا. فالاستراتيجيات التي لجأ إليها الدكتاتور الأب السلطة جعلته إلها في نظر طائفته التي استمدت كينونتها في الرغبة المتسلطة من رغبة الإله إله العلويين في الحضور الأبدي. ولذلك لم يكن الموت قدرا للذين حملوا السلاح للدفاع عن إلههم، كان اختيارا. وسيترتب على هذا الاختيار اللاعقلاني دمار بلد بأكمله أرضا وبشرا لكي يستمر ابن الإله في السيطرة، لأن فيه استمرار للرعية بالحضور اقتصادا واجتماعا وسياسة. ولذلك كان الأمر متوقعا، وما هو أشد توقعا منه أن ينضم مثقفو الطائفة بمختلف مشاربهم حتى اليسار الراديكالي، إلا فيما ندر إلى هذا الاختيار المدمر بدعوى الخوف من إرهاب قامت السلطة برسم ملامحه وتشكيله ثم إطلاقه، وذلك لإغلاق كل إمكانية من شأنها أن تمضي بسوريا إلى فضاء ديمقراطي. إن الجنس هو جنس رواية شيء ما كالتعاقد المضمر ما بين الكاتب وما بين القارئ الذي أنا هو يتحقق، وهو قائم على أن هذه الرواية هي بشكل ما من وحي الخيال. فالتأكيد على واقعيتها بهذا الشكل ربما أنا بالنسبة لي من حيث تلقي الشخصي يفسد بعض الجمالية، إلى أي حد أنا أريد للنص أن يكون واقعيا تماما، وإلى أي حد يجب على الكاتب أن يؤكد على واقعية النص، ربما هذا يغتال نسبيا واحد الأفق ديال التلقي أريد له بعض الغموض على الأقل، يعني الذي يحرضني على القراءة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية شرحت أستاذ إبراهيم، يعني وهنا ربما دخلنا معك إلى مطبخك السردي، فقلت بأنك حاولت إلى حد كبير، سأصوغها بتعبير، الانصياع إلى الذائقة العامة للقارئ اليوم، والتي ربما أنت فهمت رأيي أن القارئ تغير أو ذائقة القارئ تغيرت. أنني أعني ما يتعلق بالتقنية، أنا لا أتحدث عن التقنية، أنا أتحدث عن المحتوى.
ذائقة القارئ تغيرت، أي أنه ازداد معرفة، ازداد إدراكا، وازدادت حدة حواسه على فهم الأمور وعلى الاحتكاك بها. الآن انظر، وسائل التواصل الاجتماعي تجعل القارئ العادي، ما نسميه، ما كنا نسميه بالقارئ العادي، أكثر رقيا، درجات على ما كان عليه سابقا. محمود درويش مثلا كشاعر قرئ على الفيسبوك بما يعادل ملايين الأضعاف عن قراءته قبل عصر السوشيال ميديا، لأنه يوميا ترى مئات ربما من المقاطع الشعرية له منتشرة، هو وغيره طبعا. فهذا رقى ذائقة القارئ ومعارفه ومداركه. وليس المقصود أننا علينا أن نصنع له فيسبوك آخر عبر الكتابة الروائية، ليس هذا هو قصدي بالتأكيد. عندي قراءة للعنوان أحترف فيها تماما مع قراءة الأستاذ خالد، وأتفق تماما مع فكرتك حول مدنية دمشق بما تمثله من غواية للعابرين ولأهلها وللآخرين بما فيهم الإمبراطور الروماني. العين هنا أنا لا أعتقد هي الحاسة اللي اسمه المبصرة في التركيب، أنا أعتقد أنها بمعنى النبع، أو هي العين، عين الماء اللي هي عين الضوء أو عين الشمس، يعني الشمس هنا هو دلالة للضوء، والعين هي عين الشمس أو أنها نبع الضوء. يعني نحن نقول دائما مثلا أن باريس مدينة النور أو أنها عين النور مثلا، والنور هنا هو المدنية بالضبط. أنا فقط أحب أن أقول أن أتفق تماما مع فكرتك حول مدنية دمشق باعتبارها النور يعني بهذا الشكل، وبالتالي سميات العنوان تكون العين هي عين، هي النبع وليس العين المبصرة.